السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا أسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل وعلا في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسجن المسجونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. ومع الحلقة رقم 45 من شرح رياض الصالحين، ومع الحديث رقم 54. ولكن قبل أن نبدأ اللقاء، أحب أن أدعو بالرحمة لأستاذ من الأساتذة الذين تعلمت بين أيديهم وعلم أجيالا كثيرة، وهو الأستاذ عبد الخالق إبراهيم عبد الباقي، مدرسة مصر القديمة المشتركة اللي هي مدرستي الابتدائية اللي قضيت فيها 6 سنين في المرحلة الابتدائية. وكان الأستاذ عبد الخالق كان ساعتها موجود في المدرسة وظل يعلم أجيالا كثيرة وتوفي في هذه الأيام. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جنته، وأن يجعل مثواه الفردوس الأعلى، وأن يربط على قلب زوجته وأولاده يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. نبدأ في حلقة النهاردة، حلقة رقم 45 مع الحديث رقم 54، عن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، فحتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، وهازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. والحديث رواه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض غزواته. طبعا الغزوة دي كانت غزوة الخندق اللي هي غزوة الأحزاب، والدليل على ذلك ما صح في أن الدعاء ده كان خرج من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، اللي هو: اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى إذا يعني زالت الشمس. ليه؟ عشان بتقبل بقى البرودة ويكثر الظل وتنشط القلوب وتنشط الأجساد للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فكان النبي ينتقي الوقت المناسب في بدء القتال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في البداية كان يبدأ غزواته إمتى؟ كان بعد صلاة الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح القوم، كان بمجرد ما يصلوا الفجر ويقضوا الوقت إلى يعني الشروق ويصلي ركعتين الضحى، ثم يخرجوا ويتوكلوا على الله عز وجل. كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، بارك لأمتي في بكورها، في كل حاجة. حتى إن اللي روى الحديث ده اللي هو اللهم بارك لأمتي في بكورها كان يقول: فعملت بهذا الحديث، فبدأت في التجارة وكنت أخرج في الصباح الباكر وأتاجر في تلك التجارة، فكثر مالي وأصبحت من الأثرياء ببركة العمل بهذا الحديث اللي هو اللهم بارك لأمتي في بكورها. الصحابة ما كانش عاملين زي حالتنا كده يبدأوا الساعة 9 الصبح أو 10 أو يبدأوا بعد الظهر، لا، كان حياتهم كلها تبدأ بعد صلاة الفجر مباشرة. طبعا مش بعد الفجر مباشرة، يعني المقصود ان هم بعد الفجر بيقعدوا طبعا في المسجد لاذكار الصباح وذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوه القران فيما تبقى من الوقت اذا انتهت اذكار الصباح. ثم بعد ذلك بعد الشروق بتلت ساعه يصلوا ركعتين الضحى، ثم يستقبلوا بعد ذلك حياتهم، يخرجوا بقى يفطروا ويبداوا التجاره، واللي يبدا في الزراعه واللي يبدا في حياته وسفرياته. فكان ربنا سبحانه وتعالى يطرح البركة في كل شيء. ففي الغزوات بقى كانوا يخرجوا بعد صلاة الضحى في الصباح الباكر، ليه؟ اللهم بارك لأمتي في بكورها. ثم يبدأ النبي القتال بقى عند زوال الشمس، ليه؟ عشان تنشط الأجساد وتنشط القلوب ويبدأ الظل، ويعني تبقى الدنيا كده سهلة كده في القتال والجهاد في سبيل الله. فقام النبي فيهم خطيبا، وكان النبي له خطبة دائمة، وكان له خطب في مواسم أو في مناسبات. خطبة دائمة هي خطبة الجمعة، إنما خطب بقى في مناسبات معينة مثل هذه المناسبة. فقام النبي فيهم خطيبا وقال: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. ليه لا تتمنوا لقاء العدو؟ لأن كون الإنسان يقول: يا رب لقني عدو، يا رب خليني ألقى هذا العدو، ده معناها حاجتين. المعنى الأولاني هو حتة الإعجاب بالنفس والاتكال على النفس،
يعني يا رب كأنه عايز يقول يا رب انا فعلا انا انسان قوي، انا اقدر اواجه العدو دوت والعدو ده واقدر اعمل واسوي، فيحصل فيها شيء من الغرور او الكبر او الاعجاب بالنفس، وهذا بدايه الهلاك. ده حاجه. الحاجه الثانيه فيها شيء من الاستهانه بالعدو، ان انا بستهين بالعدو ده وبقدرات العدو فقد اغلب بسبب ان انا استهنت بالعدو ده ولم اتهيأ له. يبقى لا تتمنوا لقاء العدو. بداية لا أتمنى الحرب، بداية لا أتمنى لقاء الأعداء. وده يعني ممكن يعني يكون في أشياء كثيرة جدا، مش في القتال بس، ممكن في المرض. هو في إنسان ممكن يقول لك إيه، يعني أنا لو حصل لي مرض كذا أنا هصبر، مش هعمل زي فلان اللي كان بيتضجر ومتضايق ومعترض على قضاء ربنا. فإذا ابتلي الإنسان ده بالمرض عياذا بالله فقد يعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى، لأنه وثق بنفسه ولم يثق في قدرة الله سبحانه وتعالى أن هو يلقي في قلبه الصبر والرضا إلى غير ذلك. فالإنسان لا يتمنى هذا البلاء. ممكن إنسان يقول لك أنا لو مثلا افتقرت أنا إن شاء الله أصبر وأثبت، فإذا افتقر عياذا بالله، يعني ربنا يعفينا ويعافيك يا رب، وقع في الفقر ممكن عياذا بالله يعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى. إنسان يتمنى أن هو يسجن، يقول لك انا لو سجنت ده انا اصبر وافعل، فاذا سجن عياذا بالله اعترض على قضاء الله. فاذا في البدايه لا تتمنوا لقاء العدو. العدو ده ممكن يكون عدو في الجهاد، ممكن يكون عدو ده هو مرض، ممكن يكون عدو هو سجن، ممكن يكون عدو هو مشكله معينه، بلاء معين. فلا تتمنوا بالبدايه لقاء العدو، لا تتمنى البلاء، لا تتمنى لقاء العدو. طيب، لا تتمنوا لقاء العدو واسالوا الله العافيه. وردت أحاديث كثيرة جدا جدا في أن الإنسان يسأل المولى عز وجل العافية، ومن نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة، في كل أمور حياتك في كل أمور آخرتك اسأل المولى عز وجل العافية. لم يؤت الإنسان بعد هذه النعمة العظيمة للإسلام شيئا أفضل من العافية. أنت تتمنى دائما العافية، يا رب تعافيني في بدني، اللهم عافيني في بدني وعافيني في نفسي وعافيني في ولدي وعافيني في جسدي وعافيني في مالي وعافيني في كذا. اطلب من ربنا أن ربنا يعافيك في كل من كل شيء، يعافيك من كل بلاء، يعافيك من أي ابتلاء يحصل في بدنك، يعافيك من أي ابتلاء يحصل في زوجتك في أولادك في بيتك في بلدك. تتمنى الخير لبلدك، أن ربنا يعافيك من الفقر، يعافيك من المرض، يعافيك من الفتنة في الدين، واخد بالك. ولذلك كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب اتقى قلب واطهر قلب وانضف قلب واقرب قلب الى الله سبحانه وتعالى، واثبت قلب على دين الله. فلماذا يطلب الثبات؟ كانه بيعلمنا، اذا كنت انا وانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم واطلب الثبات على الدين يبقى من باب اولى، انتم بقى تطلبوا الثبات على الدين. فده كان اكثر دعاء النبي، تمام؟ لان كان في ادعيه معينه تلاقي مثلا ايه يرد في بعض الاحاديث ان ده كان اكثر دعاء النبي، معناها ان انت تجمع الاحاديث كلها دي، كان الاحاديث دي او الادعيه دي كانت اكثر دعاء النبي. كان برضو وكما ورد في الصحيحين ان كان اكثر دعاء النبي اللهم يا مقلب اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا، يعني ما يكفي للقوت ده فقط للوجبه دي للاكله دي بس ولا يزيد على ذلك. شوف دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعل رزق آل محمد، مش محمد بس صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل رزق إيه؟ آل محمد قوتا، يعني ما يقيتهم في هذه الوجبة ولا يفيض على ذلك. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحتاج أن يدخر، وإن كان هو ادخر. ليه بقى؟ عشان بيعلمنا إن احنا ناخد بالأسباب ولكن تتعلق قلوبنا برب الأسباب سبحانه وتعالى، لا تتعلق قلوبنا بالأسباب، لأن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. ولذلك شوف يعني إيه الإنسان ممكن يقول إيه، أنا الحمد لله بقى معايا عربية وأقدر أروح بها يمين وشمال، ده سبب. لكن لو اتكلت على السبب ممكن العربية تعطل، ممكن العربية تعمل حادثة، ممكن العربية ربنا عافينا وعافيك يحصل فيها حريق، يكون يحصل أي حاجة تتعطل السيارة. ممكن يحصل ان انت تبقى في دولة اسكندنافية ولا دولة قطبية جليدية ويبقى عندك العربية وتلاقي البنزين جوه تانك البنزين متجمد بقى تلج، العربية هتمشي مش هتمشي، واخد بال حضرتك؟ يبقى اذا ممكن السبب موجود لكنه لا يعمل. ليه؟ لان السبب لا يعمل الا بامر مسبب الاسباب. وده يدينا بقى حتة التوكال على الله، مش التواكل، لا التوكل على الله. إن يا رب أنا برمي توكالي عليك يا رب، أنا باخد بالأسباب زي ما أمرتني،
زي ما النبي عمل، كان يدخر القوت لأهله، وكان يوم أحد كان يظاهر بين درعين، وكان في الهجرة اختبأ عن أعين المشركين، واختبأ في الغار ثلاث أيام، ثم بعد ذلك وخد طريق غير الطريق المعتاد، وبعد وهكذا. كل دي أسباب، النبي بيعلمنا الأسباب، ولذلك إن احنا ناخد الأسباب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن يقول يا رب أخفيني عن أعين المشركين واجعلني كما فعلت معي في رحلة الإسراء والمعراج، اجعلني في غمضة عيني، بل أقل أكون في المدينة. كان ممكن يحصل ده من غير أي حالة خالص، لكن النبي بيعلمنا إن احنا ناخد بالأسباب وتتعلق قلوبنا برب الأسباب سبحانه وتعالى. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. طيب فإذا لقيتموهم، خلاص بقى أنت بقى يعني خلاص حصل إن أنت لم تتمنى لقاء العدو وسألت الله العافية، لكن قدر ربنا أن يحصل بقى جهاد ما بين المسلمين وبين الكفار، فإذا لقيتمهم خلاص وابتليتم بهم فاصبروا. ده الشاهد من الحديث، يعني ده باب الصبر، كل ده احنا بنتكلم في باب الصبر، فاصبروا، هو ده الشاهد من الحديث. اصبروا على مقاتلة الأعداء واستعينوا بالله سبحانه وتعالى، لأن النصر لا يأتي إلا من عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. معناها ان السبب، ان الثواب الموصل للجنه والسبب الموصل للجنه يكون في جهاد المجاهدين ومقاتلتهم بالسيوف لهؤلاء الاعداء. ولذلك المجاهد ده مجرد ما بينه وبين الجنه سوى ان يقتل فيدخل الجنه اذا اخلص النيه لله. لانه في عندنا حاجتين هنا، رجل مجاهد خارج ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وأخلص النية لله سبحانه وتعالى، فإذا قتل فهو من أهل الجنة. طب رجل خرج مجاهدا زي الثاني زي الأولاني بالضبط، وخرج مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى، لكنه ما أراد وجه الله، وإنما أراد الرياء والسمعة وأراد ثناء الناس وأراد المدح من الناس، وإن يقال إن هو ما شاء الله مجاهد وإن هو قوي وإن هو ما شاء الله وسيفه لا يرد ولا يصد و فهذا الإنسان يكون مع أول ثلاثة تسعر بهم نار جهنم، ربنا يعافينا ويعافيكم، كما ورد في البخاري ومسلم واللفظ لمسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، كان من بينهم المجاهد فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعترف ويقر، فيقول جل وعلا: ماذا عملت بتلك النعم؟ فيقول: يا رب قاتلت فيك حتى قتلت، يعني قاتلت من أجلك حتى قتلت. فيقول الله عز وجل: إن الله مطلع على قلب هذا العبد، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فالله عز وجل مطلع على قلب هذا الإنسان، وده من رحمة ربنا. ما هو ربنا لو هيطلع بس ويحاسبنا على شكلنا، فيبقى ما حدش هيخش الجنة غير الأوروبيين والأمريكان، لأنهم جمال، تمام، سواء الرجال أو النساء، يبقى احنا كده هنضيع، تمام. ولو بينظر لأجسادنا يبقى بقى الزنوج اللي عايشين في امريكا اللي الواحد فيهم يخش الشارع يقفله، واخد بالك، هم دول اللي يخش الجنه، واحنا بقى الناس اللي صحتنا على قدنا، واخد بالك، وبناكل ما شاء الله الاكل اللي ما شاء الله انتم شايفينه، اللهم بارك، يعني يبقى احنا كده ما فيش بقى خالص. طيب ولو بينظر لاموالنا يبقى الاثرياء فقط هم اللي يخشوا الجنه والفقراء يخشوا النار. يعني من رحمه ربنا انه لا ينظر الى الشكل، لان الشكل ده مش بايدك انت، في شكلك وفي مالك وفي جسدك أنت مسير ولست مخيرا، أنت مخير في الأمور الشرعية والتكاليف، تمام، في الأمور الشرعية، تمام، في العبادات، وهو الله عز وجل ترك لك الحرية كاملة، مش ترك لك الحرية يعني بيقول لك اكفر ولا ما، لا لا مش قصدي، إنما قصدي أن أنت مفيش حد يمنعك أن أنت تصلي، محدش يمنعك أن أنت تصوم، محدش يمنعك أن أنت تحج، خد بال حضرتك، إنما في شكلي أنا ما اخترتش شكلي، أنا عفوا يعني ما جانيش كتالوج وقالوا ده ولا ده ولا ده فانت اخترت شيء، لا، ده انت خلقت بهذه الخلقة التي خلقك الله عليها، لم تختر شكلك، لم تختر لونك، لم تختر صحتك، لم تختر اذا كنت هتبقى غني ولا فقير، دي امور انت مسير فيها، خد بالك، فلا عقاب عليك فيها، وده من رحمة ربنا ان ربنا ما يعاقبكش على شيء انت مسير فيه. انت مسير في ايه؟ مسير في اختيار اسمي، انا ما اخترتش اسمي، مسير في اختيار الام والاب، انا ما اخترتش ام وابويا، ما اخترتش اخواتي، ما اخترتش الشكل، ما اخترتش القوة، صحتي، ما اخترتش لون جلدي، ما اخترتش لون عينيا، ما اخترتش حد خالص من مرة، فإذا لا أحاسب عليه، خد بال حضرتك. فمن رحمة ربنا أنه لا ينظر إلى هذه الأشياء التي أنت مسير فيها، إنما يحاسبك على الأشياء التي أنت مخير فيها، اللي هي إيه؟
إن أملأ قلبي حبا لله، توكلا على الله، إنابة لله، صدقا وتصديقا لله سبحانه وتعالى، حسن ظني بالله سبحانه وتعالى، وهكذا كل أمور العبادات القلبية والبدنية أحاسب عليها. أمور القلبية عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما ينظر إلى قلوبكم. طيب والأمور العبادية والأمور البدنية؟ تمام. قال: وإلى أعمالكم. يبقى مش قلوبكم بس، لا، وإلى أعمالكم. يبقى إذا الإنسان يحاسب عما يفعله من عبادات ومن أعمال قلبية إلى غير ذلك. فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه لا ينظر إلى هذه الأشياء الأخرى اللي هي الصورة والجسد والكلام ده كله. فهذا الإنسان قال له جل وعلا، عرفه نعمه واعترف بها، فقال: فماذا عملت بها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، أنا مطلع على قلبك، أنت ما أردت وجهي، أنت ما أردت إلا الرياء والسمعة وثناء الناس عليك. فقال: كذبت، ولكنك قاتلت من أجل أن يقال إيه؟ شجاع، جريء، وقد قيل خدت حظك خلاص من الثناء بتاع الناس، فيأمر الملائكة فترقيه على وجهه في نار جهنم. أما لو كان إنسان بقى بيجاهد ابتغاء مرضات الله، اسمع بقى الحديث بقى الذي يعني يشرح القلب، كما ورد في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند ربه سبع خصال. خد بالك بقى، عد معانا: يغفر له مع أول دفعة من دمه. يا سلام، هذا الشهيد ورد في الحديث أنه لا يجد من ألم القتل إلا كمس القرصة. خد بالك بقى عشان إيه يعني، شوف بقى هذا الشهيد ده، أنت بقى ممكن تلاقي مثلا واحد إيه قدام عينيك جاء فيه بقى داني الدبانة الدبابة ولا بتاع دبابة، راح طلع القذيفة من الدبابة دخلت في جسد الإنسان ده فرتكته. هتبص لجسد هذا الإنسان تلاقي الراس في حتة والإيد في حتة والرجل في حتة، فتتألم وتشمئز من هذا المشهد المفزع. خبر أبيض، ده جسمه اتقطع حتت. هذا الإنسان الشهيد إذا كان أخلص النية لله سبحانه وتعالى إدانا بقى ولا القذيفة بتاعة الدبابة ديت، واخد بال حضرتك، ولا لو كان انفجر فيه لغم ولا بتاعه وجسمه بقى أشلاء، هذا الإنسان لم يشعر من كل ما رأيته هذا إلا كأن واحد قرصه قرصة. يبقى ما فيش ألم بالمرة، لأن يعني واحد قرصة كده ولا في أي حاجة. تخيل حضرتك، طيب مع القرصة دي بقى خرجت منه الدماء، مع أول قطر الدم هيحصل الآتي: يرى مقعده من الجنة مع أول دفقة أو أول دفعة من إيه؟ من دمه. أول ما تطلع من جسمه أول نقطة دم في لحظتها مباشرة الله يطلعه على الجنة. مش على الجنة فحسب، لأ، على مكانه وبيته ومنزلته ومكانه في الجنة. يعني يدوب هو يضرب الطلقة، سواء طلقة رصاص، سواء طلقة دبابة، سواء طلقة مدفع، سواء قذيفة من طيارة، سواء براميل متفجرة، سواء ربنا يعافينا عافيكم، سواء لغم يضرب فيه، مع أول دفعة دم، نقطة دم تطلع من جسمه، الله يريه مكانه في الجنة. شوف تخيل بقى لما يكون أخلص النية لله سبحانه وتعالى، يبقى يرى مقعده من الجنة، وبعدين ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين. هناك بقى طبعا: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وإلا بقى ده هو في الدنيا كان متجوز 2 بيمشي في الشارع ما شاء الله يكلم نفسه، فواحد بيقول له: ما شاء الله على الإيمان، الله أكبر، ما شاء الله حضرتك بتسبح، قال له: لا ده أنا بحاسب، خد بالك، بقول حسبي الله ونعم الوكيل في الاثنين، يعني خد بالك. ففي الدنيا بقى بيحاسب، إنما في الجنة بقى 72 زوجة من حور العين، وبعدين يعني لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد كمان، خد بالك. يعني 72 زوجة من الحور العين، لو أن بعض بنانها، الواحدة منهم بعض بنانها، جزء من صباعها كده بدأ يعني ظهر من السماء، لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر. عقلة صباع من زوجتك في الجنة، عقلة صباع تطمس ضوء الشمس والقمر. أمال بقى يعني أنت هتستمتع بها إزاي يا قمر؟ يعني شوف بقى الزوجة دي شكلها عامل إزاي؟ عقلة صباعها هتطمس ضوء الشمس والقمر، أمال إيدها هتطمس إيه بقى؟ تطمس النجوم والكواكب؟ أمال وشها يطمس إيه؟ شوف، دي زوجة من حور العين خلقها الله عز وجل من أجل متعة أهل الجنة. ينظر الرجل ولو أن خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها. عارف حضرتك الزوجة
الطيبة التي تحسن التباعد لزوجها تعطر شعرها، تعطر جسدها، تعطر وجهها، تعطر ايديها، فدي معطرة بقى طبعا ايه شعرها بعطر الجنة. فلو ان خصلة، مش الشعر كله، خصلة بس مش شعر كده، دلدلت كده من السماء، نزلت من السماء كده، ظهرت مش نزلت الارض كمان، ده ظهرت بس من السماء، الريح اللي طالع منها ومنبعث كما ورد في الحديث، لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب، الكرة الأرضية كلها تتعطر. شوف حضرتك لما بيجي لك ضيف كده وتمسك الزجاجة العطر وتروح مرشش كده، بيحب ايه، الورد ولا الياسمين ولا الفل ولا ايه، اي ريحة بقى بيحبها، خد بالك، وتقوم معطر حضرتك الغرفة، او بتعطر الشقة كلها عشان الضيف اللي جاي ده، او بتعطر المسجد عشان الناس اللي داخلين يصلوا. هو هي بقى لو خصلة من شعرها ظهرت تعطر الكون كله، تعطر الكرة الأرضية كلها. وبعدين ينظر الرجل في مرآة خدها، الخد ده من كتر لمعانه تحس إن وشها عامل زي المراية، فينظر في مرآة خدها، خد بالك بقى، 40 عاما لا يملها ولا تمل. عشان النهاردة الواحد يبقى مقطع السمك وديلها قبل الجواز، وماشي مع مش عارف مين ومش عارف مع مين، ومع اللي لابسه جيبه واللي لابسه استريتش واللي نسيت تلبس، واخد بالك، ولما يتجوز، واخد بالك، سبحانك يا ربي، يبقى قاعد مع زوجته بيغض بصره، بيغض بصره عن مين؟ عن زوجته. تقول له ما بتبصليش ليه؟ يقول لها حبيبتي انا بغض بصري، يعني بغض بصره عن حلاله وعن زوجته، لدرجه ان هي تحس ان هو متضايق منها. انما بقى في الجنه بقى ينظر في مرآة خديها قد ايه؟ 4 دقائق، 4 ساعات، 40 سنه، 40 سنه، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني حضرتك اضرب 40 سنة في 1000، اليوم الواحد من السنة ب1000 سنة، 40 سنة اليوم من 40 سنة، من 40 سنة دي اليوم الواحد ب1000 سنة، اضربها تطلع الحسبة كام، أنا معرفش والله العظيم، مليارات. وهو قاعد عمال يبص في خدها لا يملها ولا تمل. وبعدين ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، الخمار اللي على راسها افضل من الدنيا واللي فيها. وبعدين يرى مخ سوقها، عارف حضرتك ساق الانسان من جواها كده ايه، جوه الساق في مخ الساق، اللي هو حضرتك لما ايه، لما كان بعض الناس الفقراء، ربنا يا رب يوسع الجميع، مش قادرين يشتروا لحمه، فيروح يشتروا ايه، يشتروا كيلو عظم، وبعدين يمسكوا العظم ده يسووه، وبعد ما يسووه يمسكوا العظم كده ايه، اذا كانت العظمه مفتوحه من ناحيتين يمسكوها ينفخوا فيها فينزلوا ايه، المخ اللي في الساق، اللي هو ما اعرفش بيسموه ايه، النخاع حاجه زي كده، تمام، ويقعدوا يخبطوا كده على الترابيزه لحد ما تنزل النخاع ده، يقعدوا ياكلوا بقى. فهي مخ ساقها، خد بالك، يراه الرجل زوجها يعني في الجنه من وراء 70 حله من الحسن والجمال، لابسه 70 حله فوق بعض، وهو شايف من خلال الحلل دي كلها مخ ساقها. ده دليل على نورانيه الجسم وشفافيه الجسم، شفافيه عجيبه الشكل، فده فده الشهيد. يبقى ايه، يرى مقعده مع اول دفقه من دمه، وبعدين ويحل حله الايمان، ويزوج من 72 زوجه من الحور العين، ما شاء الله، يربين له في خضور الجنه، ما شاء الله. وبعدين ويجار من عذاب القبر، يجار، ما فيش عذاب قبر. طب ممكن انا لو مش شهيد، طب اجار من عذاب القبر؟ اه طبعا، في اشياء بايدي وفي اشياء مش بايدي. الاشياء اللي مش بايدي ان انا اموت ليله الجمعه او يوم الجمعه، ان كما ورد في الحديث من مات في يوم الجمعه او ليله الجمعه وقاه الله عذاب القبر، ودي حاجه مش بايدي، انا مش بايدي ان انا اختار حادي وادي هموت يوم الجمعه ولا ليله الجمعه، لا، ده الله عز وجل هو الذي يقدر لي اللحظه واليوم والسنه اللي هموت فيها، انا ما اعرفش، الله هو الذي يعلم. فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. طيب، يبقى اذا حتة ان انا بقى يعني انجى من عذاب القبر، امر مش بايدي زي ان انا اموت في ليله الجمعه ويوم. طب امر بايدي ان انا اقرا سوره تبارك قبل ما انام، ورد فيها حديث، ورد فيها حديث، ورد فيها كذا حديث، سوره تبارك هي المانعه من عذاب القبر، الحديث كلها صحيحه، سوره تبارك هي المانعه، مش المخففه، المانعه من عذاب القبر، سوره تبارك الذي بيده الملك، هقراها قبل ما انام. وقلت لحضراتكم في 3 حاجات حافظوا عليهم قوي، طبعا اذكار المساء واذكار النوم مهمه جدا جدا، اذكار ما قبل النوم، لكن في 3 حاجات ركز عليهم قوي. الحاجه الاولى ايه الكرسي، ليه؟ لان من قراها لا يصبح للشيطان عليه سلطان حتى يصبح، كما ورد في الحديث، حديث ابو هريره الذي في الصحيح.
طيب الحاجة التانية، قلنا دعاء سيد الاستغفار كما ورد في الحديث اللي رواه البخاري. قلنا حضراتكم إن دعاء سيد الاستغفار من قرأه في ليلة فمات كان من أهل الجنة، ومن قرأه في يوم فمات في ذلك اليوم، يعني تقرأه بالليل وتقرأه الصبح دعاء سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت إلى آخره. فلما تقرأه بالليل وتنام لو مت في تلك الليلة تكون من أهل الجنة، طب قرأته الصبحية ومت بالنهار تكون من أهل الجنة، مش هياخد منك ربع دقيقة. دعاء سيد الاستغفار وآية الكرسي الاتنين على بعض مش هياخدوا منك دقيقة. طيب وسورة تبارك هتاخد منك 3 دقايق. دي بقى إيه؟ المانعة من عذاب القبر. ورد فيها حديث تاني ورد فيها حديث تاني وفضل تاني. قال صلى الله عليه وسلم: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية نافحت أي دافعت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك الذي بيده الملك. الله، يبقى سورة تبارك تمنع من عذاب القبر وتدخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. شوف شوف الجمال. يبقى إذن والشهيد بقى في سبيل الله ينجى من عذاب القبر، يبقى يجار من عذاب القبر، وبعدين واللي بعدها ويأمن من الفزع الأكبر. يعني الفزع الأكبر بتاع يوم القيامة ده شيء يعني حاجة تفزع القلوب. ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. خد بالك أمر صعب جدا جدا يوم القيامة. فالشهيد يجار بقى ينجى بقى من إيه؟ من فزع يوم القيامة. وبعدين ويلبس تاج الوقار، تاج الوقار يوم القيامة. الياقوتة طبعا هو ما فيهوش ياقوتة واحدة، ده فيه يواقيت. الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها. وبعدين آخر حاجة بقى، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيتي فيدخلهم الجنة. 70 واحد من أهل بيته أصحاب ذنوب ومعاصي، بس هم مش مشركين. المشرك مش هيخش الجنة، الكافر مش هيخش الجنة، لكن هم أصحاب ذنوب، قد يكونوا أصحاب كبائر، قد يكونوا أصحاب صغائر، قد يكونوا عاملين تشكيلة كده شوية صغائر على شوية كبائر كده ومظبطين الدنيا. فهؤلاء المفروض هيخشوا النار، المفترض هيخشوا النار، هيعذبوا وبعدين يخشوا الجنة. لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد موحد في النار أبدا، يعني ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو شاء الله لغفر الإنسان بلا توبة. فالإنسان ممكن اليوم القيامة يبقى جايب كبائر، ودايما بنقول في أصحاب الكبائر هم في مشيئة الله، هم إيه؟ في مشيئة الله. ما نقولش الواحد مرتكب الكبيرة أكيد هيخش النار، يقينا هيخش، ما تعرفش. مرتكب الكبيرة هو في مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له، ورحمته سبقت غضبه ورحمته غلبت غضبه سبحانه وتعالى. يبقى إذن هو في مشيئة الله. طيب هذا الإنسان اللي ارتكب كبيرة أو ارتكب صغيرة، لو واحد من عيلته مات شهيد يشفع في 70 واحد من أهل بيته، سواء من أصدقائه من قرايبه، من طبعا الأقربون أولى بالمعروف، الأم والأب والزوجة والأولاد وخبالة والأقارب والإخوات ومش عارف إيه، كل دول بقى يشفع لهم يوم القيامة فيدخلهم الجنة ما شاء الله. يبقى إيه؟ ربنا عافاهم من ان هم يخشوا النار يقضوا العقوبه وبعد كده يخشوا فين؟ في الجنه. لا، على طول على الجنه على طول. بايه؟ ببركه ان واحد شهيد من العيله. عشان كده الانسان لما يموت له حد شهيد ما يكونش زعلان، يبقى فرحان، يفرح له ويفرح لنفسه، يفرح له ان هو ربنا اكرمه بهذه المنزله العظيمه اللي هي المنزله الثالثه من الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. دي المنزله رقم 3 بعد النبوه والصديقيه. تمام؟ فيفرح له بهذه المنزلة الثالثة في الجنة، ويفرح ان هو هيشفع له يوم القيامة. حاجة عظيمة جدا يعني. يبقى إذن هذا الإنسان، يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، يعني الوصول للجنة من خلال الثواب بتاع الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. ده دعاء ينبغي للمجاهد أن يدعوه حينما يذهب للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لأن النبي هنا توسل بحاجتين، توسل بآيات شرعية وتوسل بآيات كونية. إيه الآيات الشرعية؟ منزل الكتاب، منزل القرآن، دي آيات شرعية. يبقى توسل النبي صلى الله عليه وسلم بإنزال الكتاب والقرآن الكريم، وتوسل بآيات كونية اللي هي مجري السحاب. والسحاب لا يستطيع أحد أن يجري السحاب إلا الله، ولو اجتمعت الأمة كلها على أن تجري السحاب ما استطاعت. وهازم الأحزاب، لأن الذي هزم الأحزاب على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى.
في غزوة الأحزاب أرسل الله الريح فكفأت القدور وقلعت الخيام وألقت الرعب في قلوب هؤلاء الناس، فنجى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ونجى الله عز وجل أهل الإيمان من الصحابة المؤمنين رضي الله عنهم جميعا، وهزم الأحزاب ورحلوا جميعا عن المدينة بعدما حصروا المدينة. شوف قد ايه كانوا 10,000 مشرك محاصرين المدينة، وكانوا عايزين يقضوا على النبي وعلى الصحابة رضي الله عنهم، وصلى الله على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وده كانت نهاية شرح الحديث، ونبدأ باب الصدق إن شاء الله ولكن بعد فاصل قصير، ونرجع لكم ونشوف كمان الفايزين معانا النهاردة بشرح رياض الصالحين وكتاب الخلفاء الراشدون. فاصل قصير ونرجع لكم. صلى الله عليه. يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية ولأطفال المسلمين أكبر مفاجأة لهذا العام، موسوعة قصص الأطفال. موسوعة تحتوي على 10 مجلدات للطفل المسلم، وكل مجلد يحتوي على أكثر من 100 قصة مدعومة بالدروس المستفادة من تلك القصة لينتفع بها الطفل المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كنت من زمان نفسي أقدم عمل قصصي لأطفالنا براعم الإسلام، ربنا يبارك في كل أطفال المسلمين رب العالمين. بدل القصص اللي بيعرض عليهم يعني قصص غير منضبط أو يكون في أحيانا مخالفات شرعية، فعملت 10 مجلدات قصص للأطفال. 10 مجلدات هما: أول مجلد حكايات عم محمود رقم 1. طبعا حكايات عم محمود هنلاقي منه 8 مجلدات، كل مجلد فيه قصص غير التاني بفضل الله. أقل مجلد هتلاقي فيه من 100 ل 140 قصة، وكل قصة وراها الدروس والعبر المستفادة من القصة. يبقى حكايات عم محمود رقم 1، ثم بعدها نجد حكايات عم محمود رقم 2، ثم بعدها نجد حكايات عم محمود رقم 3. طبعا كل كتاب مميز بغلاف غير التاني وبقصص غير التانية. ثم حكايات عم محمود رقم 4، ثم بعد ذلك حكايات عم محمود رقم 5، ثم بعد ذلك حكايات عم محمود رقم 6، وبعدين حكايات عم محمود رقم 7، واخرهم حكايات عم محمود رقم 8. يبقى كده 8 مجلدات حكايات عمه محمود. طبعا ده كان برنامج مشهور جدا حكايات عمه محمود، وان شاء الله قريبا جدا يرجع البرنامج. ثم الكتاب رقم 9 هو الكتاب اللي احنا عملناه حلقات هنا في شهر رمضان الماضي، اللي هو حكايات نور الدين محمود، وده كنت عامله اهداء لابني الحبيب اخر اولادي نور الدين محمود، ربنا يبارك في اولادكم جميعا. ثم اخيرا الكتاب الاخير للقصص هو حواديت قبل النوم، بتحكى للأطفال قبل النوم. يبقى عندك 10 مجلدات قصص، كل مجلد بفضل الله سبحانه وتعالى في مجموعة كبيرة جدا من القصص، ورا كل قصة الدروس والعبر المستفادة من تلك القصة. يبقى كده قدمنا 10 مجلدات. لو تقعد تحكي لطفلك من هو عنده 3 سنين لحد ما يبقى عنده 10 سنين، الكتب دي هتكفيك وزيادة بفضل الله سبحانه وتعالى. قصص منضبطة من الشرع، كلها مستقاة من الكتاب ومن السنة ومن القصص ومن الأشياء التي فيها تحف على الفضائل والأخلاقيات والمعاملات الطيبة. يعني بالبلدي قصص مش مجرد أنها قصة بتتقال وبس، لا دي قصة بتربي الطفل بفضل الله سبحانه وتعالى. فأنصح كل يعني الآباء والأمهات باقتناء هذه المجموعة، موسوعة قصص الأطفال، اللي هي بتحتوي على 10 مجلدات، منها 8 مجلدات حكايات عم محمود، ثم مجلد حكايات نور الدين محمود، ثم مجلد حكايات قبل النوم. زي ما قلت لحضراتكم قصص يربي، قصص هادف، مش مجرد فقط قصة ونضحك عليها أو قصة ويكون بتبث جوانا معاني وأخلاقيات غير طيبة. أسأل الله عز وجل أن يربي أولادنا وأولاد المسلمين أجمعين. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسوعة قصص الأطفال 10 مجلدات، سعر الموسوعة 300 جنيه زائد مصاريف الشحن. للحصول على الموسوعة داخل جمهورية مصر العربية اتصل على 010-2010-2300 أو اتصل على 010-2010-2400. اتصل تصلك الموسوعة أينما كنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنبدأ الباب رقم 4 في شرح رياض الصالحين، وهو باب الصدق. صدر الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة هذا الباب بقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا، نداء كما قال ابن مسعود: إذا سمعت هذا النداء فأصغ له سمعك، فإنما خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. يا أهل الإيمان، ومحدش هيستجيب للنداء اللي بعد كلمة يا أيها الذين آمنوا إلا الذين آمنوا، هم دول فقط اللي بيستجيبوا، هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى شرح صدورهم لدين الله سبحانه وتعالى، لشرع الله، للقرآن، للسنة. وإلا ففي ناس ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، كما قال جل وعلا: واجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ربنا يعافينا ويعافيكم من هذا الصنف رب العالمين اللي قلوبها خلاص اتليست، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يبقى ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب من هذه القلوب، وربنا يرزقنا قلوبا منيبة خاشعة لله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا نعمل إيه يا ربي؟ خلاص أصغي له سمعك. أول ما تسمع يا أيها الذين آمنوا سمعا وطاعة يا رب، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله، تقوى كما عرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى الصحابة أجمعين، هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. يبقى التقوى إيه؟ الخوف من الجليل، من الله سبحانه وتعالى، إن يبقى عندك خوف من ربنا سبحانه وتعالى، إن أنت تراقب الله في أقوالك، في أفعالك، في أعمالك، في أحوالك، في كل شيء، تبقى عارف إن الله مطلع عليك. وإحنا في أمريكا، فكان دخلنا مرة سوبر ماركت نشتري منه حاجة، بعدين فجأة لقيت واحد من الموظفين بيندهلي أنا والأخ اللي معايا، تعالوا بسرعة. فأنا دهلينا طبعا، هو بيتكلم باللغة الأمريكاني، والأخ اللي معايا يعني بيقول لي طب تعالى بيندهلينا. فروحنا فلقيناهم واقفين بيصوروا واحد حرامي، حرامي سرق يعني، خد حاجه من المحل وخرج من مكان تاني عشان ما يحاسبش، فراحوا الامن راح ايه لقطه من خلال الكاميرات، وبعدين راحوا مصورينه، وفي ساعتها الصوره بتاعته بتتحط على لوحه، بصينا لقينا لوحه كبيره كده فيها اكتر من 100 لص وردوا على المحل ده بس. فحاطين بقى يقول لك: اذا اردت ان تتعرف على اللصوص فانظر الى هذه اللوحه، 100 لص صورتهم، وايه وكل واحد سارق حاجه متصور بالحاجه اللي سرقها، الا سرق علبه سمنه واقف بيها ما شاء الله، يعني كانه ماسك مثلا كاس العالم، واخد بالك، وبتصور بعلبه سمنه ما شاء الله سرقها وتصور بيها وما خدهاش يعني، بس ايه وتصور بيها وتصور وراح الاسم بعد كده. واللي سرق مش عارف كاميرا، اللي سرق يعني كل اللي سرق حاجه متصور بيها. فقلت له: سبحان الله، يعني ازاي؟ بيقال لي: الكاميرات في كل حته هنا في كاميرا. او قلت: سبحانك يا ربي، كاميرات خلت البشر يخشى من البشر، ان انا لو سرقت حاجه الكاميرات قدامي ومصوراني وعارفه انا عملت ايه، وممكن يحد يسرق حاجه بسيطه مثلا ساعه ولا قلم ويحطها في جيبه برضه الكاميرات جايباها. فتخيل بقى، ولله المثل الاعلى، الله مطلع عليك، الله ناظر اليك. اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. شوف قد إيه؟ يعني شيء عجيب جدا، إنسان قد يظن في حينما يختبئ ويقفل الأبواب والشبابيك ويختبئ وراء الجدران ويغلق النور و و و ويفعل أي شيء يغضب ربنا، الله مطلع عليك. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. هو اللي خلق الظلام، مش هيشوفك في الظلام، الله يراك سبحانه وتعالى. يبقى لما تعلم أن ربنا سبحانه وتعالى يراك ومطلع عليك في الليل، في النهار، في بيتك، في خارج بيتك، في أي مكان في الكون ده كله، تمام،
تخشى من ربنا سبحانه وتعالى، وتعلم ان ربنا مطلع عليك وانه هيحاسبك. يعني انت في الدنيا لما تيجي تقف قدام قاضي وانت ارتكبت جريمه، فلما يجي القاضي ده يحاسبك فيقول لك انت قتلت فلان الفلاني، تقول له اقسم بالله ان انا والله العظيم ما قتلته. القاضي ما يقدرش يقول هو صادق ولا مش صادق. ليه؟ لان القاضي ما شافكش وانت بتقتل، انما القاضي جاله اوراق في القضيه بتقول ان انت متهم بجريمه قتل. عنده بقى ادله الله اعلم. حتى لو في ادله وانت بتنكر وبتقسم بالله فلابد ان هو يحقق في هذه المساله، وقد يطول التحقيق في هذه المساله. لكن مصيبه المصائب بقى للانسان ان اللي شافك وانت بتعمل المعصيه هو اللي هيحاسبك على نفس المعصيه. وضحت المساله؟ يعني القاضي ما شافكش وانت بتعصى، ما شافكش وانت بتعمل الجريمه دي، فبيحاسبك على جريمه هو ما شافهاش. فاما ان يحكم كده او كده، وبيجتهد على قد ما يقدر، وربنا يرزقه الصواب او غير الصواب. في النهايه هو ما شافكش. لكن قاضي السماوات والارض سبحانه وتعالى وفاطر السماوات والارض شافك وانت بتعصاه، ويوم القيامه هتقف بين ايديه هيقول لك عبدي، كما في حديث النجوى الذي رواه البخاري، فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. لا، ما حصلش. خد بالك، انت هتنكر، طب هنفرجك على نفسك، هنفرجك على نفسك وانت بترتكب المعصيه. صوت وصوره، قدره ربنا لا تحدها حدود. انت بتكذب، يعني عايز ايه؟ عايز تهرب من المعصيه دي؟ عايز تهرب من الذنب ده؟ لا، تعالى اتفرج بقى على نفسك. هو مش ده انت؟ انا يا ربي. طب اتفرج على نفسك كده وانت ترتكب المعصيه، ها، شفت نفسك فعلت ولا ما فعلتش؟ فعلت، بس كنت ناسي. لا، انت ما كنتش ناسي، انت كنت بتنكر. خد بالك، فشوف، عشان كده قبل ما تعمل اي حاجه افتكر ان الله مطلع عليك، إن هو شايفك، إنه شافك، وهو اللي هيحاسبك. لو كان ملك شافك والله هيحاسبك، يعني ما برضو الله يعلم ما يفعله الملك. طب لو الله هو اللي شافك وملك هو اللي هيحاسبك، تقدر بقى تاخد وتدي مع الملك، لأن الملك لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب على إطلاقه إلا الله سبحانه وتعالى. فالله هو اللي شافك والله هو اللي هيحاسبك. يبقى التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، تنزيل قرآن وسنة، ان انت تعمل بكتاب ربنا وتعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. مش يعرض عليك الآية تقول ولا تناسبني، وكلام ده كان في ايام الجمال وايام الصحراء وايام وتتريق احيانا، خد بالك، وتسخر من القرآن وتسخر من السنة، عياذا بالله، ربنا يعافينا ويعافيك. دي امور ممكن توصل الانسان للخروج من الملة. طيب، يبقى العمل بالتنزيل والرضا بالقليل، والدنيا كلها قليل. الدنيا أصلا كما ورد في الحديث لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. الدنيا كما ورد في صحيح مسلم، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ولا حاجة، إيه ياخد الصباع من المحيط؟ ولا حاجة، نقطة. شوف قد إيه. يبقى إذن الدنيا ما تساويش حاجة. أهو جناح البعوضة، هي ما تساويش جناح بعوضة، بس لو افترضنا إنها جناح بعوضة، والبعوضة دي أصغر من الذبابة بكثير. شوف قد إيه؟ جناح البعوضة ده الناس عمالة بتقتل بعضها عشانه. شوف القتال في سوريا وفي اليمن وفي هنا وهنا وفي كل وفي العراق وفي كل دول العالم، صراع على شيء ما يساويش جناح بعوضة. هذا عقل؟ مع ان اقل واحد في الجنة ملكه في الجنة، يمشي في ملكه في الجنة 2000 سنة لا يقطعها، اقل واحد. كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم ان في اخر الحديث الله عز وجل يقول لادنى اهل الجنة، اترضى ان اعطيك الدنيا وعشرة امثالها؟ الدنيا كلها كده هيحرم الناس كلها منها ويديها لك انت لوحدك وقدها كمان 10 امثالها؟ فالعبد طبعا مش دماغه مش جايبه يعني، فقال له اتستهزئ بي وانت رب العالمين؟ معقول يا ربي للدرجات يعني؟ ما انت عارف ده انا كنت يعني بعمل مشاكل مع اخويا عشان 100 جنيه اخد الدنيا واداها 10 مرات. فالمولى عز وجل يقول له عبدي اني لا استهزئ بك
ولكني على ما أشاء قادر. أنا قادر، أنا قادر أديك الدنيا وأديها 10 مرات. استهزئ بك ليه؟ أنت بتطلب من الملك سبحانه وتعالى. يبقى التقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وكما عرفها طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. استحسن الإمام ابن تيمية هذا التعريف، لأنه يجمع بين شرطي العمل، شرطي قبول العمل، اللي هو الإخلاص والمتابعة. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ده الاتباع. ترجو ثواب الله، ده الإخلاص. وأن تترك معصية الله على نور من الله، ده الاتباع. تخشى عقاب الله، ده الإخلاص. يبقى جمع بين الإخلاص وبين إيه؟ وبين المتابعة، شرطي قبول العمل. يبقى دي التقوى. التقوى كما عرفها أبو هريرة رضي الله عنه حينما سأله رجل عن التقوى، قال له: هل مشيت في أرض فيها شوك؟ قال: أجل. قال: ماذا صنعت؟ قال: كنت أتحرى، أمشي كده وأمشي كده، وأحاول يعني أتفادى الشوك. قال له: هذه التقوى، إن أنت تتقي كل ما يغضب الله فيكون بينك وبين عذابه وعقابه جدار، سور، وقاية. هي دي التقوى، إن أنت تجعل بينك وبين معصية ربنا وبين أي شيء يغضب ربنا سور ووقاية وحاجز يحجزك عن معصية الله سبحانه وتعالى. يبقى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لأن الصادق ده إنسان ربنا سبحانه وتعالى يكرمه دنيا وآخرة. في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعل أعمال البر والخير والطاعة وكل ما يقربه من الله ميسرة لي. خد بالك، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وما دمت مشيت في البر وإن البر يهدي إلى الجنة. شوف شوف شوف، كل حاجة بتوصل، كله ميسر لما خلق له، وكل حاجة بتوصل لحاجة. وبعدين تيجي في الآخرة بقى، المولى عز وجل يقول: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، إلى آخر الآيات. بإذن يعني شوف، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هو ده اليوم اللي هينفعك فيه الصدق. ويكفيك أن تعلم إن المولى عز وجل يحب الصادقين ويثيبهم ويكرمهم ويدخلهم جنته سبحانه وتعالى. فوق ده كله كمان، إن حبيبك وأسوتك وقدوتك محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الصادق الأمين بشهادة الكفار وبشهادة المؤمنين، الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. يبقى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هنبدأ في شرح الحديث 55، لكن هنخليه إن شاء الله في الحلقة القادمة عشان نشوف جوائزنا النهاردة والمسابقة بتاعتنا النهاردة. ويعني عايزين على قد ما نقدر، يعني إن الواحد ملاحظ إن أخلاقيات الناس مع بعض اتغيرت قوي. الناس بقت شايطة على بعضها أو زاد عن اللزوم، أقل همسة الناس تغضب من بعضها وتزعل من بعضها. ما بقاش في حاجة اسمها أنا آسف، ما بقاش في حاجة اسمها سامحني، ما بقاش في الكلام ده. يعني حس إنه اتلغى من قاموس الحياة اللي احنا عايشينها. مع إن أنا آسف وسامحني والله لن تنقص من قدرك أي شيء. أضف إلى ذلك بقى حتة إن لو حد جه قال لك أي حاجة عن أي حد، خلاص هي مسلمة، والكلام ده يخالف شرع ربنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا أيها الذين آمنوا، يا مؤمنين، إن جاءكم، وإن تفيد الندرة وإذا تفيد الكثرة، يعني حتى لو حصل مرة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة، أي لألا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. عشان ما تندمش، أي حد ينقل لك كلام عن أي حد تحرى. مش هتخسر حاجة لما تتصل بالطرف الآخر قول له: حضرتك قلت كذا، مش عيب. والتاني لابد أن يقبل، ما يقولش بقى: وانت بتسيء الظن بيا انت. لا، ما تبقاش شوتين على بعض كده. لا والله يا أخي ما قلت هذا الكلام، ولو سمحت اللي قال لك هاتهولي عشان تتأكد أنا ما قلتش هذا الكلام. انتهت المشكلة. خلينا كده ناس بسطاء. المؤمن هين لين، يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عايزين يبقى فيه كده ما بيننا بساطة ويسر وسهولة في المعاملة. ربنا يا رب يبارك فيك يا رب العالمين. سؤال الحلقة الماضية: أين دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ في غرفة أمنا عائشة رضي الله عنها. الجوائز النهاردة 16 جائزة، 13 شرح رياض الصالحين، و2 الخلفاء الراشدون.
من باب من لا يشكر الناس لم يشكر الله اللي قدموا هذه الجوائز، موسوعتين صدقة جارية على الحاج عويس أمين صالح، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، قولوا أمين. وموسوعة مقدمة من الأخت حياة النفوس، ربنا يجعلها في ميزان حسناتك أخت الفاضلة. وموسوعة مقدمة من يعني الدائمة معنا، ربنا يحفظها، المشتاقة إلى الجنة أم البراء، ربنا يحفظ ابنها يا رب ويبارك لها فيه ويرزقه الصلاح، تمام. وعشر موسوعات مقدمة صدقة جارية عن أمي وأبي رحمة الله عليهما. قلنا قبل كده إن في استدهاية بتاعت لا تحزن وابتسم الحياة، دي بتقدم هدية مع شرح رياض الصالحين اللي بيشتري شرح رياض الصالحين. أما الدي في دي عليها 25 حلقة صوت وصورة من حكايات نور الدين محمود اللي هي كان برنامج رمضان، ده بيقدم مع هدية مع شراء الموسوعة الذهبية أو موسوعة قصص الأطفال. تعالوا نشوف الفايزين. الأربع فايزين الأولانيين دولت هياخدوا شرح رياض الصالحين، والفايز رقم 5 و6 هياخدوا الخلفاء الراشدون، والباقيين بيطلبوا ان هي تكون صدقة جارية. الفائز الاول دينا علي سالم، الثاني محمد حمودة حسين، الثالث هبة غريب احمد محمد، الرابع محمود محمد حسن عبد الغني. الاربعة دولت هياخدوا شرح رياض الصالحين، تمام كده ركزنا. دينا علي سالم، محمد حمودة حسين، هبة غريب احمد محمود محمد حسن عبد الغني، الاربعه دول هياخدوا شرح رياض الصالحين، عشان بس نركز. الاثنين الجايين دول بقى هيستلموا الخلفاء الراشدون اللي هم اميره محمود احمد قطب ونوال عبد السلام عليوه واكد. الاثنين دولت اميره ونوال هيستلموا فقط كتاب الخلفاء الراشدون، كتاب عن الخلفاء الاربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، في 1088 صفحه، اسال الله ان ربنا ينفعكم بيها. اللي بعد كده دول مش هيستلموا، دول طلب تكون صدقه جاريه على ائمه المساجد. الاسماء في سرعه كده: ناصر محمد صادق، نسمه محمد بدر التوني، محمود مغاوري، محمد السيد، انغام محمود عدلي، صابر محمد جمعه، سلوى عبد الحميد محمود، احمد محمود رضوان، رباب احمد محمد السيد، تامر محمد امين صالح، اسماء فتحي محمد فتحي. الفايزين يتوجهوا ابتداء من الغد من الثلاث لحد يوم السبت الى مكتبة الصفا خلف الجامع الأزهر. اللي مش يقدر يروح يبعت أصل البطاقة يستلموا بيها إن شاء الله، سواء موسوعة شرح رياض الصالحين أو الخلفاء الراشدون. وأشكر كل من تبرع، وزي ما قلت لحضراتكم بيبقى بالتواصل مع مكتبة الصفا أو من خلال الإرسال بالبريد أو هاتف التوصيل، أو تضعها في مسجد أو تعطيها لإمام خطيب جمعة. ربنا يتقبل منا ومنكم. النية صدقة جارية عن ميت أو داو مرضاكم بالصدقة، أو إحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو إعانة طلبة العلم. وأكرر دائما أنا لا أتلقى التبرعات، إنما التبرعات تكون للمكتبة وهو يبلغني بعدد الفايزين وإحنا بنختار الفايزين. سؤال حلقة النهاردة إن شاء الله: ما المسجد الذي تعدل ركعتان فيه عمرة؟ في مسجد اللي يصلي فيه ركعتين يتحسبوا له بثواب عمرة، الثواب وليس الإجزاء، في فرق بين الثواب وبين الإجزاء. الإنسان ممكن يعمل حاجة معينة ياخد ثوابها لكن لا تجزي عنها، بمعنى أنا لو قرأت قل هو الله أحد 3 مرات كأنما قرأت القرآن كله، لكن لو جيت في الصلاة وقرأت قل هو الله أحد 3 مرات وما قرأتش الفاتحة لا تقبل صلاتي، يبقى ده في الثواب وليس في الإجزاء. هنا نفس الحكاية، هذا المسجد أروح أصلي فيه ركعتين اتحسبت لي ثواب عمرة، لكن هل تجزي عن العمرة؟ لا تجزي عن العمرة، تمام كده؟ أنا هجلس في المسجد بعد الفجر حد الشروق، بعد شروق تلت ساعة وأصلي ركعتين الضحى. ثبت في الحديث اللي رواه الترمذي إن من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله ثم صلى ركعتين كتبت له كأجر حجة وعمرة تامة. هاخد ثواب حجة، لكن هل تجزي عن الحج؟ لا تجزي عن الحج، لابد إن أنا أحج لو كان عندي مقدرة على الحج. طيب السؤال: ما المسجد الذي تعدل فيه تعدل ركعتين فيه عمرة؟ هنبعت 3 حاجات ولا تقبل الإجابة بغير 3. الإجابة بتاعت السؤال الاسم رباعي زي ما مكتوب في البطاقة، والمحافظة اللي حضرتك وحضرتك منها. طبعا احنا عايزين على قد ما نقدر الفترة دي نكثر بقى من العبادة والدعاء، ان ربنا سبحانه وتعالى يفرج الكرب عن الأمة، ان ربنا يفرج الكرب عن الأمة. ربما الفترة القادمة إن شاء الله ربنا ييسر كده ونحاول نجتهد في شرح هذا الكتاب،
وربما ان شاء الله ان ربنا يعني لم يقدر ان احنا نكمل مع بعض، اكون مثلا انا سافرت او كده، ان شاء الله يعني هصور لكم برضو الحلقات وابعتها لكم كل اسبوع ان شاء الله، بحيث ان هي تعرض ان شاء الله. ربنا يجمعنا واياكم على الخير يا رب العالمين. وعايز اقول لحضراتكم، يا ريت كل انسان بينه وبين اخيه شحناء، يا ريت نتصافى ونتصالح. ولو تفتكروا زمان كنت قلت لكم على حاجه، كان الكلام دوت سنه 2000 في اواخر 2011، قلت لكم علاج مشاكل مصر في حاجتين. لو تفتكروا الكلمه دي كررتها كتير جدا على قناه الناس، قلت علاج مشكلتنا كلها في شبر وكلمتين، ولم اقولها مازحا. ايه الشبر والكلمتين؟ الشبر الذي قال عنه جل وعلا: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. نحن نقرب من ربنا، لان انت لما تشوف الاحوال دلوقتي بقى في ولا ينكر احد، بقى في بعد شديد جدا عن الدين، بقى في هجر للقنوات الاسلاميه، بقى في تبرج صارخ، بقى في نسبه الحاد انتشرت، بقى في تشكيك في ثوابت الدين، بقى في مشاكل جامده جدا. بنقول يا رب يثبت الناس، ويا رب يثبت قلوبنا على طاعته يا رب العالمين في زمن الغربه اللي احنا عايشينه ده، زمن الغربه الثاني يقينا. بدا الاسلام غريبا، الحديث رواه مسلم، بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. ربنا يا رب ينجينا واياكم من هذه الغربه، ويثبت قلوبنا على الدين حتى اخر لحظه في حياتنا، حتى نلقى الله عز وجل على الايمان وعلى التوحيد. فمحتاجين بقى الشبر ده، نقرب من ربنا سبحانه وتعالى، ركعتين قيام ليل، صيام اثنين وخميس، ذكر للمولى عز وجل: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. ان احنا نتواصل ونتراحم فيما بيننا، ان يبقى في ورد للقران، ما نهجرش القران، حرام هجر القران. قال الرسول: يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. يعني ده النبي هيشتكينا يوم القيامه من هجرنا للقران وهجرنا للسنه وهجرنا الى غير هذه الاشياء. يبقى اذا شبر ان احنا نقرب من ربنا. والحاجه الثانيه قلت الحديث اللي هو: ارحموا ترحموا. ان احنا نرحم بعض، ان يبقى في ما بيننا رحمه، ان ما نبقاش حياتنا بنتلكك لبعض، واقفين لبعض على كلمه، قاعدين بنعادي بعض، قاعدين بنسب في بعض، بنشتم في بعض، بنأذي في بعض، بندبر مكائد لبعض. ما هو كده ما فيش رحمه هتوصل لنا. ما هو ارحموا ترحموا، من لم يرحم لم يرحم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. الكلام واضح، كلام واضح. مقصور الرحمه على من يرحم، وبعيد الرحمه على من لا يرحم. يبقى عايز ربنا يكرمك برحمته، ارحم الناس، ارحم الناس اللي حواليك. اني داعم في دقيقتين الفاضلين، اني داعم في امن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ارحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا الله اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه. اللهم فرج هم المهمومين، وكرب المكروبين، وسجن المسجونين، وحزنا وحزن المحزونين، وفرج كرب الغارمين يا رب العالمين، وسد الدين عن المديونين، ووسع ارزاق المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وقلب بين قلوب المسلمين. اللهم اجعل مصرنا الحبيب سخاء رخاء امانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد مصر بخير فوفقه الى كل خير، ومن ارادها بسوء فاجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين. اغث المسلمين في ليبيا وفي مصر وفي تونس وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل اقطار الارض يا رب العالمين. وأغث يا رب اللاجئين والنازحين في كل أقطار الأرض، ويسر لهم قلوبا حانية برحمتك يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.